Una lera kuri ma. Amen. Una lera kosa. Amen. Una farfa yila fi. Amen. Una marangir fatu ma. Amen. Kamara sala mbambe kuma wena lokba. Amen. Una marangra asa. Amen. Una kemne kaula. Amen. Una yau sama. Amen. Lemme hata bamlenda wena yau. Amen. Taba la bang bar hande kuma wena lokba bang na. Amen. Bang ni ngir hana tan lu wena tan da. Jadi mana, tanpa cendera mana, mana korban mana faham? Ayah diin bangle, ayah nasar bangle, mana nih bar kongkong? Kamna? Ini dekat TV yang kedua. Kau tahu mana kalau zaman apa? Nak kalau zaman apa? Nak kalau zaman apa? أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان.
على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تحجيد حين درج دعوته أو كسل أو سرعة أو زيغ بالصلاة أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إتهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلحاء اغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تحكم لنا بالشر والسخاوة والضلالة والطغيان ونبينا قبل بلايا النوم الغفلة والقسمة من عذاب القبر ومن سؤال مكر ونكير ومن أكل الديدان وغير وجوهنا يوم البعث وآتق رقابنا من الميران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسكن ميزاننا بالحسنة وثبت أقدامنا على الصراط وأسكنا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في سر والإعلان وزدنا بفضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم آمين وبارك لنا بالآيات وذكر الحكيم آمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين اللهم زينا بزينة القرآن آمين وأكرمنا بكرامة القرآن آمين وألبسنا بخلحة القرآن آمين وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في دنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين الناس والنار سترا وحجابا وبيننا وبين الأعداء سترا وحجابا وبيننا وبين الفقر سترا وحجابا وبيننا وبين الحسود سترا وحجابا وبيننا وبين الأمراض والشياطين سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بسفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة ولكل سورة سلامة ولكل جزء جزاء اللهم ارزقنا بالألف ألفا وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلالا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفاء وبالزين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقاء وبالضاد ضياء وبالطاء طهارا وبالزاء زفرا وبالعين حلما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالكاف قربا وبالكاف كفايا وباللام لطفا
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما كرهنا ونور ما تلونا إلى روح سيدنا محمد عليه السلام إلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. واحذر من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين. يا رب إنك ترى مكاننا وتعلم حالنا لا تخفى عليك أمورنا فاجعل بعد أسر يسرا ومن كل ضيق مخرجا يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا. أسألك اللهم أن لا تصوح حلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون من شرور الأعداء والشياطين من نفس الأمارة بالسوء. اللهم اقضي حاجتنا واقضي حوائجنا يا من يرى مكاننا ويعلم حالنا لا تخفى عليك أمورنا. اقضي عنا الديون وعجنا من الفقر يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا فالك الحب والنوى يا من إذا أراد شيئا يكون له كن فيكون. إنك ترى مكاننا وتعلم حالنا لا معيد الأمن واستقرار إلى بلادنا. إنك على كل شيء قدير لا تخيب رجاءنا. وصل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة تفتح لنا بها أبواب رضا والتيسير صلاة تغلق عنا بها أبواب السر والتعسير صلاة تكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا يا رب. اللهم يا عالم الخفية يا من السماء بقدرته مهنية يا من الأرض بإزته مدهية ويا من الشمس والقمر بنور جلاله مشرقة ومضيئة ويا مقبلا على كل نفس مؤمنة زكية ويا مسكن رؤب الخائفين وأهل تقيا يا من حوائل الخلق إنه مقضيا يا من نجا يوسف من ملك العبودية يا من نجا يوسف من ملك العبودية يا من ليس له بواب ينادى ولا صاحب يغسى ولا وزير يؤتى ولا غيره رب يدعى ولا يزداد على كثرة الحوائج إلا إيتاء وكرما وجودا. صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتهدرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ارزقنا توفيق الطاعة وبغض المعصية صدق النية إرفان الحرمة أكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة املأ قلوبنا بالحلم والمعرفة وافتح بطوننا من الحرام والشبهة وكف أيدينا عن الظلم والسرقة واغفر أبصارنا عن الفجور والخيانة واغفر أسماءنا عن اللغو والغيبة وفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والرحمة وعلى موتاهم بالمغفرة والجنة. يا ربي اكرمنا بكامل الإيمان وسلك اليقين وارحم تضرعنا وامن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا وجعل بطاعتك استغاثنا وإلى الخير مآلنا
وحقق بزيادة أعمالنا زلزلنا زاهر بين يديك حالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا لا يسيبنا إلا فضلك فاعف عنا يا رحمن فاعف عنا يا رحيم لأنه أنا تلو وجوه بأصلها أمرتنا وكل كائنات توحد أمرتنا في الوجود سواك رب يغمد أمرتنا ونعم هدى هناك فيكسد أمرتنا وجود على وجودك شاهد أمرتنا دعوتك فاستجب من سيدي أمرتنا تبقى أيدينا خائبة أمرتنا وجودك يروي كل من يرد أمرتنا يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المحب لكل ما يتوقع أمرتنا يا من يرجى للشدائد كلها أمرتنا يا من إليه المشتكى والمفزع أمرتنا يا من خزائن رزقه في قولكم أمرتنا فإن الخير عندك أجمع أمرتنا ما لنا سوى قرئ لبابك حيلة أمرتنا فلئن وجدنا فأي باب نقرأ أمرتنا ومن الذي ندعو ونهتف باسمه أمرتنا إن كان فضلك أم فكير يمنأ أمرتنا ما صار مجدك أن تكلف عاسيا أمرتنا الفضل أجزل والمواجب أوسع أمرتنا والصلاة على النبي وآله أمرتنا أنام ومن به يتشفى يا رب لا ترد دعاءنا بذنوبنا ولا ترد دعاءنا بمعصيتنا ولا ترد دعاءنا بآثامنا ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا أنت الأول فليس قبلك شيء أنت الآخر ليس بعدك شيء أنت الظاهر ليس فوقك شيء أنت الباطن ليس دونك شيء فكن لنا يا أولا يا آخرا يا ظاهرا يا باطنا يا مولانا نعم المولى ونعم النصير ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر ربنا فيما جرت به المقادير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم إلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين آخر دعوانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم